احكي لي على الحفله غدوه، شنو اللي ينتظر في الناس؟ حد يحكي؟ اتفضلوا يا شباب. بكره احنا بكره ان شاء الله الحفله بتاعتنا، احنا الاربعه هنبقى موجودين، فان شاء الله بنقعد الناس ان شاء الله يتبسطوا. احنا هيشوفوا اربع كوميديانات، كل كوميديان بستايل مختلف، كل كوميديان عنده حياه مختلفه، فهيشوفوا اربع حاجات مختلفه. احنا ما بنتكلمش مواضيع شبه بعض، بالعكس يعني احنا لما بنيجي نكتب ماتيريال بنركز ان احنا، طيب بدر هيتكلم في، يعني انا وبدر ابهات، بدر اب لثلاث بنات ما شاء الله. ما شاء الله. انا اب لطفل واحد، فده ربي يفضلهم، ربنا يخليك. فده بيخلينا احنا الاثنين ساعات بنتكلم في حاجات مشتركه، فقلت طب خلي بالك بلاش انت تتكلم في دي وانا اتكلم في دي وهكذا. فان شاء الله بكره الناس تتبسط، ينورونا. احنا بكره ان شاء الله بنختم فوليوم 1 بتاعتنا ذا هاي فايف، احنا ومعانا شركه تي ام اس اللي ماسكانا في مصر، وشركه زهو كمان اللي جايبانا هنا في قطر، بنحب نوجه لهم شكر كبير جدا جدا. فاحنا بننهي فوليوم 1 بتاعتنا. فوليوم 1 ده بقى ماتيريال بقى لنا بنقوله سنه، فبكره نهايته ان شاء الله، ومن بكره هنبدا نعلن على التور بتاعتنا الجديده في مصر وفي الوطن العربي، وهيبقى فيها بقى الماتيريال الجديد اللي الناس لسه ما سمعتوش، عشان يقدروا كمان يعني بنحاول نجدد الماتيريال كل فتره بطبيعه عشان بالظبط، عشان اللي سمع الماتيريال مره يجي يسمع حاجه جديده. فان شاء الله نتبسط بكره، اهل قطر يتبسطوا، وانتوا تنورونا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. لا كده كده احنا عايزين نجيو معانا حتى. لا ما عايزينك قوي خلاص روح، عايزينك 100%. انا رايحه. ايوه والله كده، لو ما تحسبش انت عايز تشتري تيكت، فشفت بقى.